السلام عليكم بناتي، نهاركم مبارك. نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله بحول الله، ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم غادي يكون التزيين ديال الصابلي اللي طلبوا مني كثير من الاخوات، الصابلي اللي درته معكم مؤخرا وكان على شكل خاتم. اليوم ان شاء الله غادي نشاركو معكم ونتمنى يعجبكم. اولا قبل كل شيء نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام ونقوموا بالتزيين. غادي نحتاجو فهاد التزيين ديال هاد الحلوه، اول شيء البلاستيك اللي كيكون على شكل خاتم، والشوكولا دائبه في حمام مريم اللي لونتها انا بالاصفر، كان نديرها في واحد البوش جوطابل، من الاحسن تستعملوه لان كيسرع العمليه وكتجي الخدمه نقيه. كنحاولوا نملؤ جميع الفراغات ديال الخاتم ونقادوها بطبيعه الحال ونديروها في الثلاجه باش تجمد، من الاحسن واخا الجو بارد نديروها في الثلاجه باش تعطينا ديك اللمعه ديال الشوكولا. نقادوها مزيان ونديروها في الثلاجة. من تجمد كنحيدوها من البلاستيكة، كتحيد بسهولة. هنا غادي ناخدو واحد الملمع الغذائي اللي هو على شكل ملمع ذهبي، وغادي نلمعوا لها الوجه ديالها. كناخذ انا هذا البانس، هذا واخا ماشي ديال الحلوه ولكن انا وضفته في الحلوه حيت كيساعدني بزاف، ودغيا كنسالي بالخصوص اللي عندهم لي كوموند. راه كانت عندي كوموند فيها 7 ديال البلاطويات، ساعدني بزاف. كنقومو بتلميع الخواتيم ديالنا بهذا الشكل حتى النهاية. وكيبان لنا الفرق ما بين الزوج ديال اللي لمعناه واللي باقي ما تلماش، كيكون الفرق. كنكملوا التلميع ديالنا ونحتفظوا به بالخواتم العقبال كامل. وليداتنا ان شاء الله نفرحوا بهم يا ربي ويسر امرهم. وضروري ما ديش نكتفيوا بهذا التزيين، غادي نزيدوا لمسه ثانيه باش تعطينا واحد الشكل اللي كيكون مغاير على الشكل الاول. غادي ناخذوا الخاتم ديالنا وناخذوا شويه ديال الناباج كنا خلطناه مع الجليكوز ونديرو شويه في الراس ديال الخاتم. غادي نوضع لها واحد العقيقه اللي تكون شويه كبيره في اللون، درتها في اللون الابيض، ونزيد شويه ديال العقيق داك الرقيق اللي رقيق بزاف حتى هو نضيفو باش يجي على شكل حجيرات ويعطيها واحد المنظر ولمسة تانية على الأول اللي كانت عليه. وبطبيعة الحال راه كل واحد وعنده لمسته، كل واحد عنده ذوقه، كل واحد يدير تزيين على حسب الذوق ديالو كما كنقول دائما. وباش نلصقوا الحلوه ديالنا انا استعملت صوص كراميل اللي خدمتها معكم سابقا، ان شاء الله تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. ولكن هنايا ضفت لها قطع ديال الشوكولا، 4 قطع شوكولا بيضاء وفي حمام مريم، وخلطت الكل ودرتها في بوش جيطابل ودرتها فوق لي صابلي ديالي. ننصحكم تخدموا بالبوش جيطاب لانه كيساعد وكيجيب الخدمه نقيه. الواحد من كيكون يخدم كتجي كلشي نقي، يعني ما كيكونش ديك الروينه. نتمنى تستعملوه
في الخدمه ديالكم، بالخصوص اللي كيدير لي كوموند. غادي نكمل التزيين ديالي بهاد هاد الحبيبات ديال النجوم اللي حتى هي خدمتها معكم في واحد الفيديو ديال بقايا عجينه الشوكولا. غادي تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف، كتجي رائعه وحصلنا على واحد الشكل اللي كيكون متناسق مع الالوان كراميل مع اللوينات ديال النجوم مع الخاتم. نتمنى يعجبكم ويروقكم وتشاركوه مع الاهل والاحباب طبعا الى عجبكم. واستسمح على الصوت ديالي حيت راني شويه عيانه، داكشي علاش صوتي راه مغير. نتمنى ربي ييسر الامور للجميع، واستودعكم لله الذي لا تضيع ودائعه. في امان الله وحفظه.